نروح لدوري المحترفين القسم الثاني، وامبارح كان انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دوري القسم الثاني ألف. اتلعبت 5 مباريات، نتائج مباريات أمس. وصل المقاولين طبعا العرب نجاحوا في تصدر قمة جدول الترتيب بعد الفوز على المصرية للاتصالات 1-0 مع كابتن محمد مكي عشان يرفع رصيده للنقطة 10، وبيتوقف رصيد الاتصالات عند النقطة 5. ده كانت مباراة المقاولين امبارح بالأمس، وفوزوا 1-0 على المصرية للاتصالات. أما عن المباراة الثانية اللي كانت ما بين المنصورة مع الترسانة على ملعب المنصورة، وهي مباراة كلاسيكية في دوري القسم الثاني، انتهت بفوز الترسانة بهدف نظيف عشان يرفع رصيده مع كابتن جمعة مشهور للنقطة 7، وتوقف رصيد المنصورة عند النقطة، ما عندوش ولا نقطة من 4 مباريات مع كابتن أيمن المزين. المباراة الثالثة كانت ما بين طنطا مع أبو قير للأسمدة على ملعب طنطا، وانتهت بفوز أبو قير للأسمدة بهدف نظيف، وبالهدف ده بيرفع أبو قير رصيده للنقطة 7، وبيتوقف رصيد طنطا عند نقطة واحدة من تعادل وحيد وثلاث هزايم. أما المباراة الرابعة كانت ما بين منتخب السويس مع سبورتينج، وانتهت سلبية لعبا ونتيجة، وبيرفع منتخب السويس رصيده للنقطة 4، في المقابل رفع نادي سبورتينج رصيده للنقطة 5 من 3 مباريات، وما زالت مؤجلة لمباراة مع بلدية المحلة. المباراة الأخيرة اللي جمعت ما بين رايا مع كهرباء الإسماعيلية، وانتهت بفوز كهرباء الإسماعيلية 2-0 خارج ملعبه عشان يرفع رصيده للنقطة 7، بيتوقف رصيد رايا عند نقطتين من تعادلين وخسارتين. النهاردة في 5 مواجهات في الجولة الرابعة، والساعة 3:30 هيقابل بلدية المحلة مع بترول أسيوط، في نفس التوقيت أسوان هيقابل القناة، ونفس التوقيت ديروت هيقابل الداخلية، وبروكسي هيقابل لافينا. أما الساعة 6 وادي دجلة هيتقابل مع السكة الحديد. طبعا مباريات اليوم استكمالا للجولة الرابعة في دوري المحترفين اللي انطلقت امبارح.